سيد خالد مروني، انت رئيس نقابه المحامين بالمغرب، اهلا وسهلا ومرحبا بك. مرحبا مرحبا، والشكر موصول لكم على الدعوه، والشكر موصول على مواكبتكم لجميع القضايا المرتبطه يعني بشان العداله بشكل عام، والقضايا المرتبطه بمهنه المحاماه بشكل خاص. شكرا لموقع انفاس بريس. شكرا استاذ مروني. اول سؤال، نحن ندخل الاسبوع الثاني على التوالي من احتجاجات المحامين على الزاميه جواز الساحل لولوج المحاكم. انتم في النقابة المحامين كيف عالجتوا هذا الاشكال هذا؟ في الواقع يعني المعالجة ديال هذا المشكل المرتبط بفرض الادلاء بجواز صحي لولوج المحاكم، اللي جاب مقتضى المذكرة ثلاثية صادرة عن السيد وزير العدل والسيد رئيس المنتدى بالمجلس على السلطة القضائية والرئاسة النيابة العامة. المعالجة ديال هذا المشكل بالنسبة لنا كنقابة لا يخرج على المعالجة اللي معالجة باقي الهيئات المحامين والإطارات المهنية اللي كتأتت المشهد المهني. هذه المعالجة العنوان العريض ديالها والعنوان يعني الكبير ديالها هو الرفض المضمون هاد المذكرة، وهذا رفض عنده مبررات ديالو، هو رفض مؤصل بالمؤصل، وهذا الرفض عنده مرجعيات، هو موقف مؤصل بمرجعيات مؤطرة له يمكن نفصلوا فيها حتى من الشكل، لأن هذه المذكرة الثلاثية صدرت ودون ما استحضار المقاربة التشاركية اللي كانت عادة يعني تعتمد في المعالجات ذات جميع القضايا ذات الارتباط بالعدالة بشكل عام، واللي المحامين كيكونوا طرف فيها، في حين أن هذه المقاربة التشاركية غابت بخصوص هذا الموضوع، رغم أن هذه المقاربة التشاركية هي من المبادئ المؤطرة للنظام الدستوري المغربي بصريح الفصل 1 من الدستور، اللي كيعتبر بأن التشاركية هي من المبادئ المؤطرة للنظام الدستوري المملكة، في حين أن هذه المذكرة تنسات أن المحامون وعلى مدار التاريخ كانوا شركاء في جميع القضايا ذات الارتباط بمنظومة العدالة بشكل عام. المحامون هم شريك أساسي وهم فاعل مركزي في حق العدالة، في حين أننا كنلاحظوا أن هذه المذكرة تخاطب المحامين عبر يعني توجيه الخطاب لجمعية هيئة المحامين، وحث المحامون على الانضباط لمضامين هذه المذكرة، وبعبارات نقدر نقول بأنها عبارة لا تليق لمخاطبة المحامين، لأن هذه العبارات في اعتقادنا هي عبارات تنهال من قاموس ومن لغة مدونة الشغل، لكي يعرف الجميع أنها تؤطر العلاقة ما بين الأجراء والمأجورين، لأن من كنرجعوا العبارات الواردة في هذه المذكرة الثلاثية ستلاحظون على أنها كتضمن النص بالحرف على كتضمن واحد المسألة أساسية هي المتعلقة بدعوة المحامين إلى الامتثال لهذا التدبير، يعني التدبير ديال الفرض الجواز الصحي للولوج إلى الامتثال إلى هذا التدبير. هذه العبارة ديال الامتثال تحيلنا على واحد المسألة أساسية في مدونة الشغل المادة 21 اللي كتقول بأن الأجير هو ملزم بالامتثال لتعليمات المشغل. هذا كيطرح واحد السؤال كبير، كيفاش انا غادي نمتثل لهاد التعليمات؟ واش هاد المضمون ديال هاد المذكره، واش المؤسسات المهنيه الممثله للمحامين والمحاميات عبر عبور ربوع المملكه هل استشيروا بشان مضمون هاد المذكره وبحثنا على صياغ لتصريف الولوج الامن والولوج اللا مقيد بالنسبه للمحامين وبالنسبه لجميع المرتفقين؟ لان حتى هذه مساله اساسيه، لأن المطالبة والنضالات ديال المحامين راه ما جايش من منطق فئوي ضيق أو أنهم كيدافعوا على مصالحهم الشخصية فقط. في إطار الفئوية الضيقة، البعض كيقول وكأنه المحامين عندهم واحد التميز. الأصل هو أنه الدورية تخرجت من عند الحكومة في 10 نوفمبر، يعني شهر هذا تقريبا تخرجت وطبقت في عدد من المؤسسات. لماذا المحامون يرفضونها؟ واش أنتم فئة متميزة؟ عندكم شي وضع اعتباري معين؟ شنو بالضبط؟ الحكومة سبق لها دارت هذا القرار ديال إلزامية الجواز الصحي، والمحامون كانوا رافضون له. حنا كنقابة المحامين المغرب كنا أول إطار صدر بيان كيرفض المضمون ديال هذا الجواز الصحي. إذا غير باش، لأن كاين بعض وسائل الإعلام تحاول ترويج للمغالطات كتقول بأن المحامون لم يعبروا عن الرفض لمضمون القرار الحكومي وعبروا عن الرفض للقرار المذكرة الثلاثية. لا، هذا غير صحيح.
وماشي غير نقابة المحامين بالمغرب، باقي الإطارات المهنية عبرت على الرفض. وبالعكس أن هذا المضمون، هذا القرار الحكومي، حتى مؤسسة الدستورية تحفظت على مضمونه. الموقف ديال المجلس الوطني لحقوق الإنسان راه واضح، راه واضح، وراه دار توصيات في هذا الشأن للمحامين. باش نرجع للسؤال ديالكم، المحامون ما كيعتبروش نفسهم بأنهم عندهم امتياز أو أنهم خارج القانون، لا نهائيا. المحامون يدافعون عن العدالة بشكل عام، هذا حق دستوري، لأن واحد المسألة اللي أساسية خصنا نعرفوها وخصنا نوعوها وخصنا نأكدوا عليها. راه ما كايناش شي محكمة في العالم، في العالم أقول ما كايناش شي محكمة في العالم التي تشترط الإدلاء بالجواز للولوج إلى المحاكم. ها فرنسا وهي الملهمة ديال أغلب المسؤولين ديالنا والتجارب ديالنا وحتى التشريعات ديالنا، ها فرنسا اليوم، اليوم ما عندناش نهائيا ولو محكمة واحدة كتفرض الإدلاء بجواز الصحي أو جواز التلقيح للولوج إلى المحاكم. تشترط الإدلاء، تشترط الحمل الكمامة، الكمامة فقط، ارتداء الكمامة والتباعد والتعقيم يعني التباعد الاجتماعي داخل القاعات وغير ذلك من الإجراءات الاحترازية، باعتبارها هذه إجراءات من هذه من, من 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 الإجراءات الاحترازية. لأن السؤال اللي كيتطرح، واش اليوم، وحنا قلنا هادشي في البلاغ في البيان ديالنا ما قبل الأخير ديال نقابة المحامين المغرب، وهل السؤال اللي كيتطرح، هل الجواز الصحي كيضمن أن الشخص الذي حامله والذي يلج إلى المحكمة أنه غير حامل للفيروس؟ طبيا وعلميا أن حامل الجواز يمكن أن يكون حاملا للفيروس، وبالتالي هنا كيتطرح السؤال العريض، هو حول الجدوى، الجدوى من فرض، من فرض هذا المقتضى وبهذا الشكل، وبهذا الشكل وما رافقه، وما رافقه من إنزال أمني غير عادي من منع المحامية والمحامين من الولوج المحاكم. الخطير، الخطير في الأمر هو أنه تم منع حتى النقباء من ولوج مقرات الهيئات، لأن العدد كبير ديال الهيئات المحامين في المغرب أنه المقرات الهيئات تتواجد داخل محاكم الاستئناف، وتم المنع النقباء وأعضاء المجالس، وأعضاء المجالس من الولوج إلى هذه المقرات. وهذه المقرات غير باش نوضحوا، باش نوضحوا يعني المشاهدين الكرام، هذه الهيئات ديال المحامين راه النقيب والمجلس راه يدبر مرفق عمومي فيه المصالح ديال المواطنين ديال المتقاضين، لأن الهيئات المحامين راه هي اللي كتدبر حسابات الودائع والأداءات اللي كينص عليها الفصل 57 من قانون المنظم المهنة. إذن إلى منعنا هذه النقابة ومنعنا أعضاء المجالس من الولوج إلى مقرات الهيئات، غادي نكونوا عطنا مرفق عمومي، وغادي نكونوا منعناهم من مزاولة المهام ديالهم، وغادي نكونوا حرمنا المرتفقين وحرمنا المتقاضين من استيفاء المستحقات ديالهم اللي كاينة في إدارة الحساب، فضلاً عن تعطيل الهيئات عن القيام بالواجبات ديالها المسندة لها قانونا من تدبير الوضعية يعني المهنية للمحامين والبت في قضايا التأديب وغيرها من الملفات. إذا سمحت أستاذ خالد، ننتقل واحد المحور آخر اللي هو التدبير ديال هذه الأزمة هذه من خلال لا الوقفات ولا الشعارات ولا الهيئات الداعية. البعض يقول بأنه كأن هناك جنوح من هذه الاحتجاجات إلى مسارات أخرى من خلال طبيعة الشعارات، من خلال عدد من الأمور المصطلحات المرفوعة. واش ما كتخوفوش على أنه هذا الاحتجاج دي ينحو منحا آخر وفق أجندة سياسية معينة؟ في اعتقادي أن هذه الاحتجاجات هي تعبير عن الغضب، تعبير عن الاستياء العارم وسط الجسم المهني للمحامين. وهذه الاحتجاجات ماشي احتجاجات ديال أشخاص مجهولين، هي احتجاجات مؤطرة من طرف هيئات المحامين على مستوى المحاكم، على مستوى المحاكم التابعة لكل هيئة من هيئات المحامين 17 بالمغرب، وكذلك هي احتجاجات مؤطرة من طرف الإطارات المهنية، من إطارات المهنية. وبالتالي في اعتقادنا فإنها احتجاجات مشروعة واحتجاجات مؤطرة، ولا أتصور، لا أتصور أنها يمكن أن تنحى أي منحى آخر، خاصة وأنه إلى حد الآن لاحظنا رغم الاستفزازات
رغم الإنزال الأمني، رغم العسكرة، رغم إقفال التسجيج المحاكم بالحواجز الحديدية، رغم إقفال جميع أبواب المحاكم بالسلاسل والأشكال التلوينات الأمنية كلها، ورغم رغم 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 كان الإصرار على الالتزام بسلمية هذه الاحتجاجات وتفادي الاحتكاك بأي كان. وبالتالي فلا أعتقد بالنظر للنضج اللي عبروا عليه يعني المحاميات والمحامين عبر ربوع المملكة الأسبوع الثاني على التوالي، فلا أعتقد أن هذا الاحتجاج يمكن تأخذ منها أخر. أيضا أنتم في النقابة طبعا أصدرتوا عدد من البيانات وبينتوا على مواقف ذلكم، ولكن واش عندكم واحد مكان أو واحد جانب من الاقتراحات من أجل الخروج من هذه وضعية الشلل اللي كتعرفها المحاكم؟ ما يمكن ليش أنا نستبق الأحداث بكل صدق. إحنا كنقابة عندنا تصورات، عندنا تصور. إحنا كان يعني فكرنا في واحد المجموعة ديال 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 المقترحات، وكذلك فكرنا في يعني بالموازاة مع ذلك في المجموعة ديال الآليات للتعاطي مع هذا الوضع. إحنا بصدد التشاور معها طبعا، لأن هذه معركة هم والجميع، معركة يعني منخرط فيها الجميع، معركة اليوم في طليعتها جمعية هيئة المحامين بالمغرب اللي كتمثل يعني الجسم المهني. المعركة سمتها الأساسية اليوم هي وحدة الصف المهني، وبالتالي يعني أعتقد أن هذه التصورات ما غتكون إلا في هذا السياق. ثم في آخر بلاغ ذكرتوا بأنهم تسعون إلى تدوير القضية حقوقيا، هل كان لابد من هذا الأمر هذا؟ غير باش نوضحوا هذه المسألة، مني كنهضروا على التدويل ما خصوش يتعطاه واحد البعد يعني بعد سلبي، أو نضروا له بواحد الشكل قدحي، أو بأنه من منطلق أن الإطارات المهنية اللي لجأت لهذه الآلية أنها كتستقوى بالخارج على 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 على, 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 على الوطن. نهائيا المغرب ماشي جزيره معزوله. المغرب في الوقت اللي كيصادق على الاتفاقيات الدوليه لحقوق الانسان فهو كيصادق على الاليات ديال مراقبه مدى تطبيق هاد الاتفاقيات. المغرب راه كيحضر في مجلس حقوق الانسان في جنيف وكيدير التقارير ديالو، كيقدم التقارير ديالو يعني المتعلقه بمواضيع مختلفه فيما يتعلق بمدى التقييد ومدى الالتزام بتطبيق المضمون ديال هاد الاتفاقيات الدولية. وبالتالي مثلا اللجوء الى آلية من هاد الآليات، هذه آليات أممية، ما كنستقواوش بدولة عدو او كنستقواو مثلا في الوقت اللي فكرنا احنا كنقابة اننا نراسلوا الاتحاد الدولي للمحامين، هذا اطار مهني، هذا إطار مهني ممحكم وما كاينش اللي كينازع في صفته المهنية البحتة وفي تميزه وفي الغياب يعني المقاربة نقدر نقول يعني اللي محكومة بخلفيات ضيقة وخلفيات تصفية الحسابات. هذا إطار مهني كيضم جميع دول العالم وكيضم وفيه العضوية ديال المحامين عبر يعني ربوع العالم، وهو ينتصر للقضايا ذات الارتباط بالبعد المهني الصرف.